مساء الخير على كل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور لسناء، مرحبا لله. الله يبارك فيك أستاذ، بداية أسبوع موفق إن شاء الله، مواضيع جديدة كيف ما عودنا وكيف ما عودتنا وكيف ما عودنا كذلك المستمعين. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على الفشل لسببه النجاح. كاين كثير من الاشخاص اللي يعني تينجحوا في امور كثيره، في المقاوله ديالهم، في العمل، في الزواج وغيره، ويعني كيبدا الشخص وكانه كيبدا يعرقل راسه وكانه خايف من النجاح. فواش استاذ كاين فشل لسبب النجاح؟ وملي يعني الشخص كينجح شنو هي القواعد اللي خصو يعا بها باش يبقى مستمر في نجاحه وكيفرح به تيعيش مشوه النجاح بلا خوف وبلا تاويلات غير صحيحه باش ما يبقاش اي فشل وقع فيه ترجعوا انه سحر ولا عين ولا كيبدا يلوم الاخرين بانه راه كيد من طرفهم. الانسان سمعنا اليوم كنسمعوا اليوم فلان نجح، فلان وفلانه ناجح، علاش المجتمع ديالنا اشياء اللي شحال هذه كانت تعتبر طبيعيه؟ الانسان يتزوج ماشي نجاح، عادي يكبر تيبلغ يخدم كيتزوج عادي. نجاح اليوم ان نسمع انسان خدم، ما هوش نجاح ان الانسان يخدم. ولكن الى اصبحنا كنسمعوا هذه الكلمه ديال النجاح، النجاح، لان المجتمع اصبحت التركيبه ديالو مركبه ومعقده اكثر. فالوعي بالبنيات العاطفيه والفكريه والنفسيه اصبح الانسان ما بقاش كيقبل ايها الزواج، لا المراه ولا الرجل، ولا عندهم واحد التطلعات وواحد الشروط، ماشي بقى واحد باغي ياكل ويشرب ويولد، ولا باغي يحس بواحد العلاقه فيها ثقافه، فيها واحد هز لك الهم، فيها وعي، فيها تشارك في الاشياء. فاذا الزواج من هذه الناحيه ما بقاش سهل. من قبل لربما الحياة كانت بسيطة، لربما الوعي، لربما مستوى التعليم، لربما مستوى ديال حتى الإعلام، لربما هاد الظاهرة الكبيرة الهائلة اللي فيها خير كتير ولو فيها ضرر، اللي هو العولمة والإنترنت وسهولة ولوج المعلومة حتى البيت. كذلك العمل، العمل شحال هذيك الإنسان عادي تيخدم، عادي كيفرش داره. دابا ولات ماشي سهلة تلقى خدمة وتستقر فيها. اذا شنو هو هذا النجاح؟ هو اول حاجه تحقق الاستقلاليه الماديه ديالك، ثانيا هو انك تحقق واحد النضج فكري اللي تكون عندك قدره على اخذ القرار بنفسك والحسم في القرار. النجاح هو انك تحصل على واحد الاستقلاليه نفسيه وعاطفيه تجاه عائلتك بدون ما يكون فيها قطع صلة الرحم، ولكن كان تجاوزوا العلاقة الأولى مع الوالدين ومع الخوت ومع العائلة الأصلية باش نرقاو لواحد الاستقلالية بنفسنا، بعدا عاد كندخلوا في الحياة الزوجية. ماشي الإنسان كان مايل عند مباه زينو وتجيبوه مايل تل عند بيت الزوجية ويخليه مايل وتبقى مايل في بيت الزوجية هزينو في الدار، والعكس صحيحة وتاني من الاجتهاية. الرابعة هو أنه النجاح كيحصل فيه على واحد النوع من الذكاء كيكون بعيد فيه على الذكاء بالأنا، شيء أنا هو أنا 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 هو، يكون الإنسان عنده واحد الحب للعمل داخل فريق، كيقلب على صحبة. احنا ثقافتنا محمدية هي الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم واش ما كانش عنده المدد الرباني باش يكون بلا صحابة؟ ولكن هو في شخصيته كيحب الصحبة، فكان كيقلب على الصحابة وتيقطفهم بحال الورد، حتى أنه رفع الدعوة ديالو باش ربي ينعم بمرافقة ديال سيدنا عمر. الخامسة، النجاح هو أن الإنسان تيوصل لواحد المقام ديال نقد الذات من نفسه، بلا ما يخلق وضعيه في ان شي واحد ينتقده. هو عنده واحد القبول وعنده واحد لحظات قراءه وعنده واحد لحظات ديال التامل في نفسه، طبيعه الحال مع قابليه ديال النقد، حيت هذه غير ارضيه،
انك تكون كتنتقد نفسك ماشي معناتها الاكتفاء الذاتي بالنقد، ما يمكنش تشوف الزوايا العامية ديالك بحال الحلاق كتمشي عنده لانه هو اللي يقدر يشوف قرفاتك، ما تقدر انت تنقص تقدر في جبهتك والقدام، ولكن غتوصل القرف هذا وغتبرقها. سادسا انه كيكون عنده مستوى تحصيل علم ومعرفة في استمرارية التجديد مع الواقع اللي تتغير عنده. لان هما واحد ست الحوايج، اولا الاستقلالية المادية، ثانيا الاستقلالية الفكرية، ثالثا الاستقلالية النفسية العاطفية. النجاح رابعا يعني تحصيل واحد الذكاء تشاركي، وكتعمل على انك مؤسسة ماشي على انك فرد فقط، الفرد غير الفاعل لكن الهندام ديالو المؤسسة. خامسا انه تيكون عنده قابلية تأملا في نفسه ينتقدها ويتقبل النقد. سادسا انه تيحصل على علم وتيحرص على انه يعلم انه خصو يجدد دائما العلم، لان الواقع كيتغير. شتي الى العلم ديالك سبق الواقع ديالك غادي تنجح وتبقى مستقر في النجاح، لان ماشي خصنا نوصلو هذاك الشخص ينجح، خصو يبقى دائم في النجاح. واخا استاذ في هاد السته اللي ذكرتي دابا بالنسبه للشخص اللي كيكون مثلا ناجح، اين وحده اللي كتشوف انهم كتبان لك على انه كيحصلوا فيها في الغالب؟ باش غادي النجاح غادي يكون هو سبب الفشل. دابا حنا اليوم راه كنناقشوا واحد الموضوع انه الانسان كيلقى صعوبه وكيفشل. هذه عادي. ما عندوش واحد شتي بحال هذيك النحيله دخلت من واحد الشجر منفس وما كتبقاش تعرف عاوتاني تلقى كيفاش تخرج من الشجر. كنحلوا ليها الشجر ونبدا نعاونوها بشي فوطه ولا باش اما هي كتعرف تدخل، وكيفاش تخرج كتبقى حاصله في الجاجه. اذا الشيء هذاك اللي حاصل في الجاجه هذاك هو اللي عنده الصعوبه تينجح في وحده ويطيح في وحده. دابا حنا تنتكلموا على واحد نجح في الحياه الزوجيه، نجح في المسار الفني، نجح في المسار السياسي، نجح في المقاوله، او لا نجح فيهم هذو كاملي. شنو هي الاشياء اللي غادي تقدر ما تنتبهش ليها وهذا النجاح انت بنفسك غادي تعكله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. راه قلت لكم في القران عندنا التشخيص والتدقيق والتفسير لكل البنيات النفسيه، ما مسمياش بالاسماء ولكن الحال اللي غادي تلقاها جميع الاشياء الانسانيه في العلاقات الانسانيه، لا من قوه لا من امراض لا من اضطراب، لا غتلقاها في القران محطوطه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الله العظيم. فولا تكونوا، والله سبحانه كينبهنا يقول لنا ملي تنجحوا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا. نكاثا هو عارض الفعل الصالح بنقيده. عرفتي دابا هذا راه جاي من عند الانسان من نفسه هو. علاش الانسان تيوصل حتى انه تيعكل نفسه بنفسه؟ انا الله يجزيكم بخير. كاين الفشل اللي سببه ثلاثه الحوايج وغنستثنيهم في التحليل ديال الوضعيه اليوم. الانسان كينجح وما تيقدرش يحصل على علم باش يستمر في النجاح، هذا غيفشل. مثلا واحد كان عنده مقاوله صغيره ديال البني ولا البيع والشراء، حانوت ولا واحد ديبو، تيحلو الصباح تيبقى بارك في الكونطوار، كيجيو الناس كيشريو السلعه، تيتخلص كيجمع على كيس تاعو كيدخل بحالو. شويه جا عنده واحد السيد قال له: نشارك معاك. قال له: غنديرو شركه كبيره وغادي نمشيو نحلو مركز في الدار البيضاء. فجاو شراو مقر في الدار البيضاء وحلو مركز، ودار الكتيبه ودار الموظفين ودار لي كوميرسيو وشراو السيارات ودار كلشي. هذا غيدخل لهاد الشركه هادي ديالو راس ماله فلوسه، وما غادي يعرفش يتعامل بالقواعد ديال الموارد البشريه. من قبل كان عنده غير هو والعساس، شويه ولا الموظفين ولا الكاتبه ولا الكوميرسيو ولا كذا، فكيجي واحد كيقول له خبيره، كيتسمم مع هذاك تيبدا يعايرو، كيتسمم في الكوميرسيال، الكوميرسيال كيتسمم، تقول له النميمه في الشركه ولا شد لي نقطع لك ولا الشفره ولا الحقد ولا بنادم خايب ولا هو تيضر راسه
ولا تيتعصب ولا كيسحب بنادم خايب ولا كيسحب بنادم ما فيهش خير وبدا يتخاصم مع داك شريكو تفرقع هاد الشركه دار فايت. لو كان عارف ومشى قرا او لا جاب الاطر اللي غتعرف تاثر الموارد البشريه ويعرف ان التدافع عند الناس طبيعي احتكاك تيولد المشاكل، ولكن بالعرف وبالتاطير العلمي وبالكفاءات كتمتص كدير الامتصاص لهذاك الامر. ملي هو ما مشاش، عندي واحد صديقي مشى دار واحد المشروع، كان عنده مقاوله صغيره، دار مشروع كبير، داز عام بدا تيمرض، بدا كيتعصب، بدا كذا، بدا كيفكر يبيع. عيط لي واحد النهار قال لي بغيت نبيع، قلت له نصحك دير تكوين، تا اختصاصك ها هو، مشيتي درتي هاد المقاوله كبيره في هاد المجال نجحتي ها هي، دابا الله يخليك ها شنو هما لي فورماسيون اللي خصك. قلت له دير هاد لي فورماسيون وجيب هاد الخبراء يخدموا معاك، وبعد عام لو بغيتي تبيعها بيعها وانت انت 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 مرتاح ماشي مكره. داز عام دار هذوك التكوينات لي فورماسيون، خدم هذوك الخبراء والتي يسير براحه، ولا عاجباه المقاوله ولا باغي يزيد يطور من المعرفه ديالو. اذا عندنا الفشل اللي حنا غنستثنيو اليوم ثلاثه، غنستثنيو الفشل اللي هو الانسان ما عندوش العرف او التجربه ديال المجال الجديد اللي نجح فيه. الثاني هو التعنت والتهور في اخذ القرار. كاين اللي كتمشي عنده كتقول له راه كاين حاليا واحد الازمه في هذا القطاع، ما تشريش هذه البلاصه، ما ديرش هذا الاستثمار، ما تفعلش كذا، وهو متعنت كيمشي كيدير. كاين اللي عنده تهور، تهور انه تيكون ماشي مع شي واحد ولا سهران في شي حفله ومع مع مع ذاك النشاط ديالها وداك الشيء، شي واحد كيجي كيلوحلو شي فكره وبلا ما يهزها ومشي عند موالين العرف يعبروها معاه في البلاصه من سماها الماء وتياخذ القرار. دونك لونتيتمون هذاك التشنج والتعنت ولا ذاك التهور كيكونوا من اسباب الفشل. الثالث غياب الاستقامه اللي دوينا عليها في الاسبوع الماضي، اللي تيقول في حق الله سبحانه وتعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم الى اخر الايه طبعا. اذا هنا شنو اسباب الفشل؟ هما ثلاثه، انا هادو مستثنيهم اليوم. مستثني الاولى قله العرف والتجربه بعد النجاح في واحد المجال، التعنت والتهور، او لا غياب الاستقامه، حيت لا غياب الاستقامه كل متاكد طال الامد ولا قصار المشروع يفشل، وما كيفش المشروع كيفشل معاه حتى مولاه. اذا دابا هذا الفشل اللي غادي يكون سببه النجاح كيفاش كيكون؟ اي شخص وصل للنجاح ديالو ببنيه حربيه غيفشل، لان الفعل يا اما محبه يا اما بنيه حربيه. البنيه الحربيه هو هذاك اللي المنافس عدو، الجيران عديان، العائله عديان، البراني عدو، خصو يتستر على كل شيء، خصو ما يعرف على حتى حاجه، خصو ما هذاك غتلقى حاط هذا الشيء كله عند واحد اخر. دابا شتي كاع اللي كيظن بحال هذا الشيء في المغاربه كتلقى حاطه في اسبانيا، بالنسبه له هو المغربي عدو، اسبانيوني ولا نصراني خو، ساتر ومخبي اموره على المغربي وراه فاضح راسه على الاسبانيوني ولا على النصراني. حيت راه ما يمكنش ما تكونش الا بصيغه المنظور، خصك يشوفك يشوفك. فلهذا ملي تيقول لي ويقول لكم الله مولى الذين امنوا، يعني ينظروا ونحن نحب ان ينظر الينا، فنعمل لوجهه الكريم لا نعمل لاخر. صيغه المنظور بغيتي ولا كرهتي، علاش دابا هما داروا فيسبوك فيه فيو، فيه لي فيو نمبر دو فيو؟ لان راه عارف زوكربيرغ راه ماشي راه ولد واحد الثقافه، راه كيفهم، عرف بانه بنادم خصو يتشاف. فصيغه المنظور الحباب عندك تصحاب تقول لك انا تحررت، ما تحرر اللي قال لك راه كذاب، هذاك كتقلب عليها من عند الصالحين، كتنظر لك امك، كينظر لك باك، الخوك، مرتك، ولادك، السلطان، الصالحين، وغادي طالع في المقام تقدم الاعمال بين يدي رسول الله، هو كينظر وعاد الحبيب ها الله سبحانه وتعالى. اذا
اللي باني الفعل ديالو من الاول على البنيه الحربيه اللي فيها العداوه اللي فيها الخصومه اللي فيها الشراسه اللي فيها دائما هذاك تعطي واحد الطاقه باش كيبقى محدو في البنيه الحربيه. يعني عنده واحد الخصوم خصو يغلبهم، هذيك الطاقه كتسرب للخارج، الطاقه العدوانيه كتسرب للخارج، سلاح يضرب به الخصوم ديالو كتلقى غادي 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 النهار اللي تيوصل لهذاك النجاح ما تيبقاش عندك حتى شي خصوم، كتولي حتى الاول. يلا قدامك حتى واحد غتنافس معاه، قدامك حتى واحد غتغلبو، كتبقى لك نفسك. تقدر تغلب نفسك؟ حيت شنو قلنا من مكونات النجاح شنو هي السادسه؟ انه تحافظ على واحد القدره ديال الانتقاد والنقد من نفسه كينتقد ومن تقبل الاخر. فمن اللي كان في البنيه الحربيه تيخصو ينافس فلان ويغلبه في السوق، ينافس فلانه، ينافس فلان، كاين اللي يمشي يتزوج مرا ضد فيها، شي راموس كاين اللي يمشي يتزوج مرا ضد فيها حيت ما بغاتوش، حيت ما عمرها شافت فيه، فتيمشي يبدا يدير الرياضه ويحيد الكرش ويصيب سنان ويصيب فمه ويمشي يتعلم الانجليزيه ويتعلم الفرنسي، يمشي حيت كيحبها ضد فيها، ويمشي يدير الفيلا ويمشي يدير لها الذهب ويمشي يبقى يتلطف ويتلطف ويتلطف، تتقبل كيعذبها، كيعذبها تتعذبوا، تيتعذبوا بعضياتهم تيفشلوا، السحور الا البنيه الحربيه، حيث هو النجاح اللي مبني على المحبه، ماشي هو النجاح اللي مبني على البنيه الحربيه. النقطة الثانية، تابعوا معايا الحباب مزيان، هي كتكون في صيغة النيابية. قلتي الحلقة اللي دوينا عن النيابية والتمثيلية، وكنت قلت لك على واحد النقطة وراك كنتي سطرتي عليها الله يجازيك بخير، ديال ملي تكون انت كشخص واش غتكون في النيابية ولا كتكون بذاتك. تيقولوا في اللغة العامية إثبات الذات، في العالم العربي كله كدور هذه الجملة. هادي من اسباب الفشل اللي غيوصل النجاح، اللي هو في النيابيه ماشي بحال اللي هو في اثبات الذات. شتي اللي في النيابيه كينوب على سميت موبه يكبر بها، دابا انت حاليا راه كتنوبي على الكناني بتنشيطك البرامج بثقافتك بالصقله ديالك العلميه المعرفيه كتشرفي مقام الكناني. لاحظتي سناء رياض هي في الدرجة الثانية. الأول أنت كتنوبي على الكناني. أنت كتنوبي على دكالة العارفة. فأنت بثقلتك المعرفية الصحافية الإعلامية كتشرفي دكالة العارفة. إذا دابا شتي لو كنتي في إثبات ذات راه ما كاين لا دكالة العارفة ولا الكناني، كاين سناء. إذا شتي من اللي تيكون الشخص اللي تيخرج من صيغة النيابية وتيكون في الصيغه الذاتيه، شنو هو المحفز؟ المحفز ديال الصيغه النيابيه انني كنمثل بلا ما نكون مقهور، حيت هذه النيابيه هذه راه اختياريه، هذه راه ماشي بحال النيابيه انك بزز عليك بحال دابا القنصل راه بزز عليه، العميل بزز عليه، الوزير بزز عليه، البرلماني بزز عليه، هذه راه جبريه، هذه اللي حنا داويين عليها اختياريه فيها المحبه. واحد ما جا دكاله ما جات وقفات لك في الاذاعه قالت لك كتنوبي علينا عندك، انت تبنيتي تشرفي دكاله العالمه، لان راه فيها واحد الطرفيه، حاملين كتاب الله، عندهم القراءات، عندهم تجويد، راه من اكبر المجودين في المغرب جايين من دكاله، طاب ربي شي اصوات ما شاء الله، عندهم واحد النيه كتهرس حجر، نيتهم تهرس حجر، يسمعوا واحد فقيه ولا عالم يذبحوا له الذبيحه ويكرموه ويجيبوا له الجلالب والهدايا لعل وعسى عايد عي معاهم، شي كيفوضوا النيه في العلم. اذا هذا الشخص اللي النجاح ديالو غادي يتسبب له هو في الفشل، لان ملي كتكون في اثبات الذات المحفز هو المتعه. لاحظوا معايا الحباب، كنت دائما كنتكلم لكم على صيغه المتعه، اليوم راه كندوي لكم على الموتى. صبحت حقيقة بالنسبة للذي يثبت الذات، صبحت هي المرجعية، فخصو دائما يكون هو اللي كيبرز في المجلس ولو ما عندوش مادة علمية باش يبرز، يعني يقول سيدنا علي
لباسك هو نجاحك الاجتماعي يرفعك قبل أن تجلس، وعلمك يرفعك بعد أن تجلس. إذا هذا اللي هو في إثبات الذات كتلقاه تعارض أهل المعرفة والعلم، وهو حيت ناجح شنو تيطرى له؟ تيتنكس. وهنا النفس كتختار بين أمرين. ملي كتشوف الشخص وصل لاندثار البنية الفكرية، تينافس أهل العلم وما عمرش بحالهم، تينافس اللي عائلة على عائلة على عائلة هما عندهم سلالة في واحد المجال، هو نجح في واحد المجال وما عندوش السلالة اللي عندهم، هما أب عن جد في واحد الميدان، هو باه ما كانش في ذاك الميدان، جده ما كانش في ذاك الميدان، نجح فيه هو. تقدرش تنافس التاريخ. هذا هو الفرق. مثلا واحد مسؤول جزائري مع واحد مع 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 مع, مع, مع سيدنا في القصر، ما يمكنش هذاك المسؤول الجزائري ولو 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 نعطيه 1000 عام ما يقدرش، لان الشريف ملي مثلا تيبرك تيوقفوا عليه الشجره ديال الملوك العلويين، كيبقى هكا يشوف فيهم واحد 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 واحد، ملي كيشوف الانجازات ديال 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 الدوله العلويه كتبقى تشهد له تاريخ حاضر واقف كتشوف فيه حي. الاخر مشى قرا في واحد المؤسسه في فرنسا، دخل من فرنسا ولا من امريكا، خدا واحد المنصب، عنده الكفاءة، عنده الإمكانيات المادية، عنده الفلوس، عنده اللوبيات، عنده هذا عنده هذا، ولكن ملي تيبرك بوحده في المكتب مع كناش ومع الستيريو ديالو تيحضر له على راسه. الشريف ما حاضرش له على راسه، حضر له هذي كتسمى الحضرة عندنا حنايا، هي الحضرة، كتحضر الحضرة. غير غتلقى غتجسد هاري بوتر ملي كيجي هذاك الساحر تيبغي يهيمن عليه وياخذ له الطاقة ديالو، كتحضر واحد الحضرة ديال واحد راه يديروها في هاري بوتر، غيدير واحد الحضره ديال واحد الارواح كتجي بحال هكا كتساندو، كتظنوا في لي سانيور دي زانو عاوتاني غيديروها، ما غيديروها غير بازا. ملي كتشوفوا في سوبرمان ملي كيجي باه ومو كيحضروا في الحلقه الاخرى ملي غادي يمشي يتلاح وغيدير له هذاك الخبيث واحد الاشياء ضروا تيحضروا. علاش الغرب عارفين صيغه الحضره ولو في الفانتاستيك الافلام الخياليه ها كيحضروها؟ لانهم ناس دارسين تاريخ، اللي تيكتبوا السيناريو دارسين تاريخ، ما تيقدروش يحضروها في الافلام العلميه، ما تيقدروش يحضروها في الوثائقي، ولكن هما داروا هذا النوع اللي سميتو الفانتاستيك باش يقدروا يحضروا واحد المعلومه ولو في مجال الخيال، كتذكر كتسمى. اذا النفس ملي كتشوف بان هذا الشخص ما بقاتش عنده صيغه المتعه، ولات عنده المتعه كحقيقه، وهو معلوم عند كل شخص سواء قال ولا ما قاريش، ما تقدش على المتعة 24 ساعة 24 ساعة، ما تقدش عليها 7 أيام، ما تقدش عليها شهر، ما تقدش عليها 3 شهور، ما تقدش عليها عام، ما تقدرش. خصك واحد الوقيتة، خصك أنت تكون عندك قابلية للامتعة، قابلية لصيغة الحرمان، قابلية أنت كتقلب عليها، أنت كتصوم. الصيام ديالنا راه عندنا رمضان اللي هو فرض، وعندنا الصيام اللي هو تطوعي اللي هو رياضة اللي هو راحة اللي هو دواء. القول العلماء بأن الناس اللي كيديروا الشيميو وتيصوموا ليله قبل الشيميو، هذاك الكيمياء اللي كيتعالجوا بها تيتفاعل مع الجسم بشكل قوي من هذاك اللي ما صامش. تخيل بها، لقاو ناس بانه تيخرج من الاكتئاب كرونيك اللي كيعاني منه انسان هكا عام على عام بالصيام، يتفاعل مع الادويه اكثر من هذاك اللي ما تيصومش. الرغبه في العلاقه ما بين المراه والراجل، هذاك اللي كيصوم بعد ما كيفطر كيتشهى مرته بواحد الشكل كانه واخد 10 ديال الفياغرا، هو راه واخد الحريره والكرافس والانس. اذا شتي هنا النفس كتمشي لواحد الديمارور، كتقلب هي تختار ما بين غير حماق وين داتر ولا يفشل وترتاح، فتضرب حيت لمسه حماق هي غتحماق. اذا هادو هما لي لوا دو ريزيستانس ديال لو سيستيم ايمونيتير بسيشيك، بلا ما تيشعر الانسان يخدمهم بعد ما ينجحش ما يعرفش قواعد النجاح. مساء الخير على كل مستمعينا الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الاستاذ مامون مبارك دريبي. اهلا استاذ، مرحبا. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. الله يبارك فيك استاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على اشخاص اللي تينكدوا السعاده على بعضهم البعض، وخاصه في العلاقات الزوجيه. يعني كنلقاو كنسمعوا مرة كتنكد السعاده على زوجها، الزوج كذلك ينكد السعاده على زوجته، ما كاين لا مشاكل في العلاقه الزوجيه. نبغيو نعرفوا استاذ شنو تحليلك لهاد الصعوبه، منين كيجي هاد النكد، وطبعا كيف ما كتاكد دائما خارج البنيات المرضيه. هو لله في تفسير بعض
الظواهر. كاين اللي خص تكوين سبقي، الانسان يكون عنده ماده علميه سبقيه باش يمكن له يفهم بعض الظواهر. وفي غالب الاحيان ماشي مهم يكون عند الانسان تكوين، اللي مهم هو انه يسمع ان واحد العلم موجود كيفسر واحد الظاهره. هذا هو العلم اللي صالح لتأسيس الفهم. وملي تيتأسس الفهم تيعطي واحد القدرة باش كيجعل الإنسان يأسس واحد البنيان اللي غيكتسب به العلم اللي غادي يبدل به الحال والوضعية اللي عنده. بحال في مقاولات البناء، كاينه مقاوله كتشري الارض اختصاصها انها تمشي تجمع الورثه ودير بيناتهم واحد التوافق، وتمشي وتاخذ الاذن من عند الوزاره الوصيه، وتمشي وتنسق مع مثلا الجماعات السلاليه، وتدير هذا كله بوحدو عمل ما سهلش. كاين شركات اللي كيعرفوا يديروا غير العمل، بعد ما تيحصلوا على هذا على هاد الترسانه كلها، في شنو ارض باقا يعني عريانه هكاك، فيها الحجر ديالها والصخر ديالها والحفاري ديالها والبيران ديالها، وفيها ربما الواد وفيها الغابه، وفيها كيدوزوها المقاوله اخرى، غادي تحولها من هذيك الارض الوحشيه غتردها لوتيسما، هذه عاوتاني مقاوله وحده اخرى. كاين هنا غيصيالي هذيك المقاوله تردها له تيسمى وتقادها وتجيب ليها البلان، تدوزها المقاوله اخرى غديرها تجزئه، ومن بعد كاين اللي غيبيعها هكا تجزئات ويزيد في حاله، وكاين اللي غادي يتشارك مع واحد وهذوك التجزئات غيبنيهم. اذا فوقاش بدات عمليه البناء؟ ملي درناهم تجزئات، ولا ملي درناهم لوتيسمات، ولا ملي كانت واحد الشركة كتجمع في الورثة وفي الجماعات السلالية وتمشي لعند الوزارة الوصية، وهذيك ما تتبانش في العملية ديال العقار، في الاستراتيجية ديال المعمار ما تتبانش هذيك الأولى، ولكن هذيك الأولى لما مشات ما جمعتش هذوك السلاليين، وما مشات خدات الإذن عند وزارة الوصية، وما مشات جابت الترخيص من عند شحال من الإدارة، ما عمر الآخرين من يخدموا، الشركات الآخرين كلهم يوقفوا. إذا شتي دابا راه كذلك في العلم. العلم كيتحب الانسان غيمشي ياخذو من المدرسه، من الجامعه، من الكتب، من كاين سبقي اللي هو الفهم، والفهم عنده علم خاص به تيفتح لك الوسع، وتيفتح لك القدره على الربط. الوسع والربط لا علاقه للعلم الكفاءه بهم، ولا علاقه بعلم تخصص بهم، هم من علوم الحال. وعلم الحال اللي هو تيعطيك الوسع والقدره بالربط، كيتعامل خارج الواقع وكينظر للواقع، ما كيهبطلوش يغيره، وراه عنده القدره يغيره، ولكن تيقول له في هذيك اللحظه بغيناك غير تسمع واحد الموضوع، فهمتيه ولا ما فهمتيش ماشي مهم، غير يدوز على المسامع ديالك على ودنك وتسمعه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن في الآية 16، وهنا الله سبحانه وتعالى غيعطينا واحد الوصفة نفسية. هنا كنعطيكم مقتطفات من الكتاب اللي الحمد لله صافي بدا كيشد راسو وكيتقاد، وراك عارف الكاتب ما عمرنا ما ترضاو على الكتاب ديالنا، ديما تنقولوا لا فيه خصك تزيدوا شي حاجة، لا خصك تقعد فيه، وكنبقاو نفليو هذاك الفليان تيخلينا ما نخرجوش منه دغيا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن في الآية 16: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أصل النكد شح النفس خارج الأمراض النفسية بطبيعة الحال، حيت ماشي كلشي مريض، ولكن
بزاف كيتمرضنوا. اللي كيتمرضن هو اللي استعد منه النبي صلى الله عليه وسلم اللي لقن الصحابي قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، من غلبة الدين وقهر الرجال. أعطانا هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما تمرضنش، لأن العرب تقول على المريض المصاب فوق طاقته، هذا ما نكلموش نقول مصاب. أما اللي كيتمرضن هذاك طرف من الهم والحزن فتح له هو الباب. عندنا الوصفة اليوم الربانية، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا، ما قالش لنا واستمعوا، قلت لكم يؤسس علم الفهم بالذوق، وهذه القواه فائدة للقرآن، فاستمعوا إليه. استمعوا مش هي اسمعوا، استمعوا بالذوق والأريحية والتمتع. اللي يسمع القرآن هو تترنح ودار راسه وعاقر وخاطره بلا ما يسمع الوحيد يخرج، هذيك العلامة بأن عندك شي حاجة ما خدامش، عندك دي بروسيس عوجين، واحد كيدور على اليمين واحد دار على اليسار وكيتبلوكا، حيت هو ملي كتقراه ما كتبقاش تدور شي حاجة عكسية، كيولي كلشي شاد تجاه واحد، فكتلقى راسك مرتاح بحال شي واحد كيعوم وغادي به التيار، هو تيضرب دراع والتيار كيضرب به 10 دراع، داك القرآن كيهز مواليه تيديه. اش قال لنا؟ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. شتي الوصفة؟ شتي الوصفة؟ وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس يؤدي إلى الحسد أو الغيرة المرضية التي تقتضي تملك الأهل والمال والأحوال والأفكار. واعلم يا صديقي العزيز يا من تريد صنعة المحبة، لأن الحب ليس له وجود ضمني ولكنه صنعة سوف يتم إنجازه إن كنت من العارفين الصابرين، أعلم بأن الحب تبدأ بواحد الضايا الماء، ضايا يحطها لكم مكبك اللي كيحبوك يحبوا بعضهم حداك كيكونوا لك واحد الضايا، تشرب منها وتوضى منها وتلعب فيها برد حداها. كاع كل فلاحه والناس اللي عايشين في الطبيعه كيعرفوا بان الضاهيه لما زادهاش الماء جديد شنو كيطرى ليها؟ كتحتل وكتربي الناموس. اذا هذاك الشخص اللي ما مشاش لمقام الغبطه ومقام المحبه بقى مقابل غامرته، قالت المراه مقابله غير الراجل، بقى مقابل غير ولاده، قالت المراه مقابله غير الولاد، بقى مقابل غير القفه، بقى مقابل غير الفاكتورات، قام قابل غا هذاك التدونيت تيقول الحباب الشلوح، وتبقى هو ومرته هو في الضياء ديالها هو في الضياء ديالو، والدراري كيدخلوا الضياء ديالهم يعرقوا فيها وتيديروا فيها شويه من هذاك الشيء الاخر وتتولي حامضه. اذا هذاك واش كينكد عليك ولا هو اصلا ما عندوش المداد باش يحب نفسه ويسقيك من المحبه؟ ومن كيجيك المداد؟ شوف اولا كيفاش الوصفه، اتقوا الله ما استطعتم، ها هو ها الوصفة الأولى. ثانية اسمعوا ما يكونش راسك قاصح. ثالثة أطيعوا، ماشي غتسمع وترخى، لا تتسمع وتتخضع. شنو هو الرابعة؟ وأنفقوا. شنو الفرق ما بين النفقة والصدقة؟ النفقة تكتب لك صدقة والصدقة لا تكتب لك نفقة. إذا شريتي كيلو ديال اللحم ودرتي منه طريف في مولات الدار وطريف لواحد واحد واحد جاره ارمله، هذيك النفقه اللي دخلتي للدار لمرتك ولادك كتكتب لك جوج نفقه صدقه. صدقه ماشي نفقه، صدقه صافي صدقتيها صافي صدق، اما النفقه كتعطيك جوج اجر اكثر من الصدق، ولو انك ما تنويها الصدقه تكتب لك صدق. اذا شنو قال لنا؟ وانفقوا بمن بدا الوصفه الربانيه بمن بدات؟ وأنفقوا خيرا لأنفسكم. بمن تبدأ؟ سك. بنفسك. كيفاش غتنفق خير لنفسك؟ حيت راه كاين نفقة للمرض ذاك التبذير وكاين نفقة خير. ها؟
ومن يوقى شح نفسه قال لنا هالمرض اللي غادي تحموا منه بهذه الوصفه، اتقوا الله ما استطعتم، اسمعوا اطيعوا انفقوا خيرا لانفسكم. الى ما درتوش هاد الربعه غادي تمرض واحد المرض سميتو شح النفس. الشحيح هو البخيل، هو اللي عنده القدره يعطي ما تعطيه، سواء عنده ولا ما عندوش، عنده القدره الرغبه ما عندوش، لكن القدره عنده. يبغي يخشي يدو في جيبه ويطي كل راسو يدو لصقات في الجيب ما تخرج. كيواعد انه يساعدك في واحد اليتامى ويفاش بالوعد ويطفي التليفون، هو عنده الصنادق عامره بالسلعه وعنده الخير وعنده، هو راه الدبان يدخل له واحد ستوك يخسر له شحال يلوحها، ولكن خصو يبقى يشوف هذاك الستوك عنده مشدود. انت كتقول له ودي راه عندنا واحد 200 يتيم 300 خصنا شي مانطات وخصنا شي حويجات وخصنا شي سريولات. اه صافي والله سيدي غدا ان شاء الله يجي الكاميو، وكيشوف الكاميو واقف عامر مازوت الشيفور ما عنده ما يدير غير كيشرب قهوه، وكتخرج له هذيك الكلمه من فمه باش فلان سير حل الديبو هز 300 مانطا ولا 400 ديهم اللي تما تجي ثقيله. ومن اللي يصدع له واحد العميل ولا يصدع له واحد الوالي ويقول له فلان راه كذا وكذا يا نعم سيدي نعم سيدي، وغادي يمشي غدا قدام العامل وقدام الوالي يقول له كينفق، لا ماشي كينفق، هذاك رياء الكديديب. لان نفقه ما خصها يعرفها حتى واحد، نفقه مستوره بحال جاي لولدك. واش ملي كتشري ولدك سروال كدير له اشهار؟ واش ملي كتشري لمرتك شي حاجه كدير لها اشهار؟ وعلاش ملي عطيتي لولاد الفقراء درتي لها اشهار؟ علاش ذكر الرياء؟ هو تحب ان يعرف ذلك الخبر عنك حتى يقال بانك رجل صالح. ما صالحش، اش كنتي صالح ما كنتيش غتخلي اصلا هذاك يوصل لك الطلب. علاش؟ لان في مالهم حق للسائل والمحروم. الفقير عنده حق في مالك، ما يقدرش يمشي به للمحكمه ويطلبوا بحال الوارث، ولكن الا انت اعطيتيه نفس النصاب من ضميرك، لان قلنا لك البارح الشريعه ما كتناقضش مع العقل، لان الشريعه تخاطب العقل والايمان يخاطب الضمير، والضمير اقوى من العقل، لان العقل راه كيخدع. واللي بغى يتاكد يمشي يشوف ناسيونال جيوغرافيك ليميسيون برين جيمز، وغادي يلقى بان العقل تيخدع، تيلقى العقل انه تيكذب، تيلقى العقل انه يقدر يراوغك ويستدرجك ويديك لشي حلول اللي هي خاطئه لانه عنده فيها غرض. اما الضمير اللي صاحي ومبني على اسس يبقى هو رقيب على العقل، تيقول له ورا شتك الحساب شيطي هنا حيت ولدك، وشتك هنا في المراقبه سيسرتي حيت بنتك، وشتك هنا درتي، والعقل كان كيبين بانه راه منصف، والضمير قال له لا. لهذا كيقول الصالحين اللهم اجعلنا موعظة من انفسنا، ملي كتصبح هي واعي النفس كتحيي الضمير. اذا الوصفه اللي جعلات الانسان يكون في النكد، يدخل لقمرته لابسه وماكيه وفرحانه وما يقولش لها الله 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 على حال طاليه وجهك بهذ الكريمات وديري لي هذه الزواقات مونيك عطيني تقعدي، كتولي المراه تحرقها. والله يا كتقول في خاطر اش درت؟ زوجي حلالي مشط وقنديت وكل شيء ويطمني بها، وشويه عاوتاني الراجل داخل هز 40,000 نوع ديال الديسير، 70,000 نوع ديال الخضره، 6,000 نوع ديال الشوكولات، 55,000 نوع ديال التوابل، وهذا وداخل فرحان مهور السيكان في يده وحل الباب حط عاوتاني جايب لي التقنيه وما مساليه مال الجميل الكل. تيلا لا قول لها مرحبا لحو احنا من البالكوتي مالك؟ اش كنغياوني؟ وشوف راجل اختك داير لها الخدامه وانا مخليه يبقى عجله تتبقى هذاك الراجل شاد هذاك السكان كيترعد، اش ندير نضربها ولا نضرب راسي ولا نضربه بجوج مع بعضياتنا ولا اش نشرب السم ولا، وتيبقى يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وكيبقى يترعد بحال هكا وشويه كيشدو بفلج وتيقول لها انا غادي خارج كاع، تيخليها لك شي وتيخرج، وتيبقى بنادم تيتفاجئ تيقول انت شاد فم العوج ملي درت هكا راجلي، هو تيقول انا مالي فم العوج ودخلت لقيت شري فيا مزوقه مقيطه وانا درتها. فكيجي العدل وكيسولنا واش السحور واش العين واش الشح؟ نفسك شحيحه يا ولد عمي، نفسك شحيحه يا لاله، باش شحيحه راه ماشي بهذيك النظيفه نهار الجمعه اللي كدير الضيافه، هذاك خليها عندك.
عند المكاره ملي ما يكونش عندك ملي تكون دارك الدرسة ملي يكون فيك الحيض ملي يكون كيتسالك وشوفي واش غتحلي باب الدار مترع للضياف شوفي واش غادي تضحكي من خاطرك شوفي واش غادي واش غتزكي الضحكه دراجلك شوف انت واش غادي يجيو نساب وتخليهم يتذكروا معك ويباتوا عندك وانت يا ما مزيرش شوف واش غادي تحل الثلاجه وتجبد الماكله جديده ولا غتسخن هذيك الباليه البارح شوف واش غادي تجبد التمر اللي تمخبيته كيجي عندك الباترون ديالك ولا تجي عندك عمتك اللي مسلفاك ولا غادي تجبد التمر المقرح اللي قاع فيه الناموسه شوف واش غادي تلبسي الحطه اللي كتمشي بها ملي تعيط عليك العامل ولا يعيط عليك شي وزير ولا وزير راه باقي عندنا وزاره في المغرب باقي عندنا صحاب الزياره هي نمشي نديرو الشمع نزورهم بحال السادات ندورهم بحال قلب السكر في حكم ندور عليهم نقول لهم وجينا نديو على الباروك شايل لها سيدي بو وزير جينا نديو سيدي الباروك باش تولد لنا العاقره وتزوج لنا هذا يا حي مرحبا مساء سعيد على كل اوفياءنا اوفياء ماد غاديو دائما من خلال برنامج بكل وضوح ورفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الاستاذ مامون مبارك دريبي اهلا بك استاذ مرحبا مرحبا لسناء بارك الله فيك هلا اليوم في موضوعنا غادي نزيدو نعرفو معاك ومن خلال تحليلك الفرق ما بين شح النفس والبخل نوضحو مقامهم بجوج كتر استاذ البارح وضحتي ان الوصفه الربانيه لتفادي النكد خاصه تاخير شح النفس وكيفاش انه شح النفس كيولد الحسد والغيره المرضيه وتملك في الاهل والمال والحال الشطر الاول تكلمنا عليه البارح بالنسبه استاذ الوصفه الربانيه لتفادي النكد وشح النفس فيه شطرين الشطر الاول تكلمنا عليه وبالنسبه للشطر الثاني واش الشخص يعني الى اتقى الله وسمع وطاع ونفق في سبيل الله صافي راه كملات الوصفه الربانيه ولا مازال شي قواعد اخرى باش نستافدوا من هذه الوصفه الربانيه ونفلحوا وتيسر لنا في تطبيقها. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الوصفه هذاك غير جزء الشطر الاول ديالها. ولو ان الانسان يتقي الله ما استطاع ويسمع ويطيع وينفق خير لنفسه باقي ما غتكتملش الوصفه كامله. لانه خصو يصبح من المفلحون ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون باقي الشطر ديال الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح وقبل ما نمشيو نكملوا الوصفة في الشطر التاني ديالها نعرفوا الفرق ما بين الشح والبخل البخيل عنده القدرة على فعل الخير وتيمتانع تيتخبى وتيمتانع تيرفض الشحيح فاقد للرغبة على القدرة اللي غتجعلو يفعل الخير الشح أكثر من البخل البخيل عنده القدرة ولكن كيرفض رافض غض على سنانه وشاد على يده وشد على حاجته ملي تيتخلع يخلعوا شي مسؤول ولا شي واحد كيعطيو الخلع ولكن الا ما تخلعش مثلا هو شنو اللي كيخرج له الفلوس ملي كيمرض مرض خايبو غيموت يسحب راسو غيموت كينفق كاع المال اللي عنده على صحته ولا ين عايش لك يبرا ما يبقى يشري لا البنت ولا الولد ولا يساعد شي واحد في العرس ولا يساعد شي واحد في شي حاجه ولا عطى شي حاجه ينقر عليها 100 عام ويمرضك اما الشحيح بحال واحد الشخص عنده واحد الباب وما عندوش الزكرون باش يحل الباب بابو مسدود علو ويبغي يحلو باش يحلو والو اذا لهذا الايه كتكلم على الشح لان باش تحل هذاك الباب ما بيدكش ما تقدرش تجيب رغبتك انت وتحلو مع ذلك فرعتيه ورستيه اما خصو يتركب له هذاك الزكرون خصو يتركب له هذاك البوني ديال الباب خصو الساروز باش يتحل اذا هنا باش تمشيو للشطر الثاني فأولئك هم المفلحون غلقوا الوصفة ديالها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هنا غادي نمشيو نتعرفوا على مقام التزكية أهل التفسير كيتكلموا على زكاها يعني بالعبادة وبالأفعال الخير اللي كيهمني في الوصفات وفي البنيات النفسية مصدرها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هو مشي فقط فعل تدين
واحد البنيه غادي تشوفوها كتاسس في الانسان. فعل التدين له اجره، ولين يقدر ما ياسس لكش البنيات، يعطيك الحسن، والانسان يبقى قاسي القلب وخيص لينتها، يبقى قاسي القلب ويبقى جاهل وخا يقرا ويحمل كتاب الله كامل، ويقدر يبقى جاهل وقاسي القلب وما كيديرش الحرام. لهذا احنا الدين الاسلامي عندنا البحر ديالو ما كيعطيش، يخليك تعوم فيه ولين تنتسب ليه، وما يغيرش فيك البنيات الا لمشيتي القواعد سعه وراهم اللي هما تيغيروا البنيات، والا هادو اللي كيديروا المشاكل وتيقتلوا في عباد الله لا في سوريا ولا ما لهمش مسلمين. راه في العشيه هذاك راه تيقتل وهذاك تيقتل، وهذاك تيقول الله اكبر ويقيم الصلاه، وهذاك تيقول الله اكبر ويقيم الصلاه، وهذاك تيقول هو على حق والاخر تيقول هو على حق، والدنيا ضيعه والصبايا ضايعين والارامل كيكثروا والظلم تيكثر. علاش؟ لانهم زكاوا انفسهم بالتدين. اما العارفون بمقام الفكر الاسلامي ولو انه في التدين كيعرف بان كاين اشياء اخرى. قد افلح من زكاها، في سوره البقره في الايه 129، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. جوج الانبياء سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، الاب ديالنا سيدنا ابراهيم والمؤسس ديال السلاله النبويه سيدنا اسماعيل، تيرفعوا الدعاء. لاحظوا الترتيب، راه قلتها لكم وعذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. في الدعاء ديالهم ربنا وبعث فيهم كيطلبوا البعثه، يكون في هذيك الامه رسول، تيطلبوا الله تيتوسلوا انه يتلو عليهم الايات مرتبه رقم واحد، يعلمهم مرتبه رقم جوج، الكتاب مرتبه رقم ثلاثه، الحكمه مرتبه رقم اربعه، ويزكيهم مرتبه رقم خمسه. في الدعاء داروا التزكيه هي الاخرى. جات الاستجابه الربانيه، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث، نفسها خلاها هي الاولى، رسول بقات هي الثانيه، من انفسهم يتلو عليهم اياته بقات هي، ويزكيهم طلعت بقات هي الاخرى، ويزكيهم عاد ويعلمهم الكتاب والحكمه. اشنا هو دور التزكيه؟ التزكيه هي انك بغيتي تخطب عند شي ناس، بغيتي تبيع وتشري مع شي واحد، بغيتي تخدم في شي خدمه منصب كبير، وخاص شي واحد يزكيك لهذاك الطرف الاخر باش الطرف الاخر يطمئن ليك ويعطيك هذيك المسؤوليه او يعطيك هذيك السلعه او يزوجك بنته، لانه ما عارفكش. ولو انك عندك صوره جميله وعندك منصب اجتماعي، ما عارفش الحقيقه ديالك من الداخل، واش انت قاسي القلب، واش انت ظالم لنفسه، واش انت متهور، واش انت متعنيت، ما عارفش هاد الاحوال. فكيخص ناس اللي تيعرفوك، وهذوك الناس معروفين بالصلاح في المجتمع، كلمتهم فيها الصدق وكيشهدوا بالحق. هذا هو مقام الزكية. قبل ما نفصل فيه غادي نمشيو نشوفوا كيفاش كتربى البنيات المؤسسة للتغيير من داخل الفكر الإسلامي حتى الإنسان تيربح مقام قد أفلح من زكاها. المرحلة الأولى هي تربية الذوق وتهذيب النفس. منين كتجي؟ هذا هو اللي قلت لكم، العلم المؤسس للفهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الناس كلهم كيوجهوا تربية المعرفة للعقل، تيحطوا ولادهم دي زيكول ميسيون، تيحطوا ولادهم في دي زيكول كبار، ويحطوا ولادهم في مؤسسات باش العقل ديالهم يتكون، تيحصلوا هذوك الولاد على علم، ولكن القليل اللي غيتنفع من العلم ديالو باش يحصل على البصيره ديال القلب، يتفتح يولي عنده هذيك الهدايه اللي كتوجه. حيت العلم بحال البحر، في البحر ما يمكنش لك تقول لي من اليسار القدام، كلشي بحال بحال، ما كتغطس في قاع البحر بحال بحال، تقدر تقعد تدور في بلاصتك وتسحب راسك انت راه كتزيد، تقدر تكون هكا تهبط تسحب راسك انت راه كتمشي مسافات وانت راك تاعك كتهبط. فهنا
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا هو اللي كيحصل لنا تربية الذوق وتهذيب النفس اللي كيجعل القلوب تبقى عندها البصيرة ما تعماش. ثم بعد ما كنحصلوا على الذوق يخصنا نحصلوا على الوجهة الصحيحة داخل واحد الأوجه متعددة. عندك على اليمين، عندك على اليمين ب 15 درجة، عندك على اليمين ب 20 درجة، عندك على اليمين 30 درجة. إذا فينا بلاصة في اليمين بواحد درجات متعينة اللي فين غتلقى المعرفة الصحيحة. خصك شي واحد يهديك، ها هو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللي كتحصل على علم الفهم وكتربي الذوق وكتهذب النفس تيخصك تمشي لمقام الاتباع. وهذا المقام هذا للأسف نقص بزاف في العالم الإسلامي، باقي عند المغاربة والجزائريين والتوانسة وحتى الطرف الليبيين، واحد الجزء منه في باكستان ولكن شوية شنجوه، واحد الجزء منه في أفغانستان وعقدوه، أما الكبير اللي باقي عندنا في المغرب مقام الاتباع. شنو الدور دياله؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حقه اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. تبعوا على أمر، تبعوا. شنو هو الدور ديال مقام الاتباع؟ هنا وقد خاب من ساه، لأن الدسيس، شكون هو الدسيس؟ وقد خاب من ساه، الدس هو شي حاجة كتخبيها. فهذاك الشخص اللي كيجي وكيبغي يقلب على تزكية الصالحين باش يتزوج ولا باش يبيع ويشري ولا باش يحصل على منصب، كيجي عند الصالحين كيدس كل ما هو خبيث في نفسه ما كيبوحش به، فتيوري غير الفضيلة. لهذا انتم كتسمعوا في البرامج كتقول لك تزوجت على سنة الله ورسوله وكان متدين وكان كيصلي ويصوم وطقت فيه ودابا كتجبد النفس كينا الدسيس. شنو تيقول الله في حقه؟ قد خاب من دساها. ما معنى دساها؟ انك ذهبت عند الصالحين وما تنفعتيش بهم، فخديتي منهم غير الزكية ديال الظاهر ديالك وما بحتيش ليهم، حيت هما اهل السترة راه ماشي غادي تبوح ليهم. مثلا نعطيك مثال، مشيتي بغيتي تخطب عند واحد الناس ولكن تنبلي بالفساد، ما تقدرش تزكى مع امرأة وحدة، ولكن انت والديك صالحين وخدمتك صالحة وانت رجل طيب، ولكن هذيك البلية ديال الفساد دايره في حال. فملي غيمشي عندك الصالحين ويقول لهم الله يخليكم زكيوني، هما غيسولوا على خدمته ويلقاها مزيانة، غيسولوا على عائلته مزيانة، ولكن هو عارف البلية اللي فيه بأنه راه واخا كيتزوج كيبقى يفسد ويزني. وهذيك المرأة اللي غيخطب، هذيك العائلة يخطب عندهم، بنتهم ما غتحمل زنا، وهذيك العائلة ما غيتحملوا زنا، وهذوك الصالحين غادي يتلاموا على التزكية اللي زكاه واحد السيد. اش كيدير غالبا هذا الشخص؟ كيدس هاد الاشياء الخبيثه في شخصيته، ومن بعد ملي كيتزوج هذيك البنت وتيبدا يزني كيقول كتهمني لهذا زنيت، كتعصبني لهذا زنيت. اذا مقام الذكيه عندنا نحن ماشي هو فقط انك تمشي وتاخذ الذكيه ديال الصالحين، انك تمشي تبوح بالدسيس وتطلب المساعده عليه. تقول يا سيدي انا باغي نزوج هاد البنت الناس، ولكن يا سيدي راني فيا بليا راني كنشرب شراب، راني فيا بليا راني كان ما كنتبت كنزني، راني فيا بليا راني كان كمين حشيش، ولو كان جاهد في نفسي لهذا شنو قال الله؟ واتقوا الله ما استطعتم، لان عارف ان الله سبحانه وتعالى راه ما غنوصلوش لصيغه الثبات الكامل وصيغه الصلاح الكامل، غنلقاو فيبريو. فلهذا قال لنا ها لعلكم تفلحون، لعل عندها شروطها، من الشروط ديالها خاصك تمشي تخدم على قد افلح من زكاها. زكاها ماشي فقط صلى صام مشى للحج وطول اللحيه ولبس الكسوه وبقى كيهضر باللغه العربيه وحمل كتاب الله، ليس فقط، انه خصو الاولى يربي الذوق، الثانيه تفتح له البصيره القلوب، الثالثة يحصل على الهداية إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم اللي غادي تعطيه يتنفع من العلم اللي غيحصل عليه. لأن راه ماشي مهم يكون عندك العلوم بزاف، هو أنك يكون عندك علم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا
ونفعنا بما علمتنا. اذا غتعطيك الهدايه باش تعرف وسط العلوم اللي عندك شنو اللي غتاخذ باش، وماشي باش تحصل على المال والمنصب والجاه. مزيان، احنا بغينا الناس يتغناو الله يزيدهم، ولكن الدسيس اللي عندك تتحس به كاين، فكتتجه لعند اهل التزكيه والمصاحبه لغرض المراقبه، ماشي المراقبه العسكريه ولا الامنيه والشرطويه، لا، المراقبه الحال، غرض ان الدسيس لك تعرفه تبوح به باش يتصلح، ما كنتيش عارفه وحاس به هذاك الصالح اللي غترافقه، وشكون هو الشرط ديالو؟ هو الذي تتبعه ولا يسألك عن ذلك الأجر أجرا. مرحبا على كل مستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دربي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على الرجال اللي ما عندهمش القابلية للتعاملات العاطفية، ما عندوش لا الوقت ولا الرغبة ولا المعرفة ولا القابلية في الدخول في علاقات عاطفية، في حين أنه هو شخص مستقيم ولكن شخصيته بهذا الشكل. فنبغي نعرف أستاذ من خلال تحليلك توضح لنا واش العلاقة العاطفية هي مرجعية كتمثل الحقيقة ولا غير حنا اللي غالطين ملي نصبناها كحقيقة؟ هو لو كانت حقيقة واحدة عند الناس كرة العالم بالأبيض والأسود. الحمد لله اللي كل فرد عنده صيغة من الحقيقة مختلفة، وكل شعب عنده صيغة من الحقيقة مختلفة، والكرة الأرضية في الوسع ديالها ما خالياش من تعدد الألوان من حيث الحقيقة. فهاد العولمة وهاد الكارثة ديال جعل واحد المنهج رويدا رويدا كيجر الناس لواحد الفكر ذو قطب واحد، هذه كارثة. لأن ما تنساوش الأحباب، لأن الفكر بوحده ما موجودش، كاين شي حاجة اللي فيها الفكر بوحده. كل ميدان إلا وعنده مصالح وراه، يروجوا فكريا ولكن هذاك الفكر تبقى تابعه غتلقى من وراه مصالح تجارية، مصالح عسكرية، مصالح مالية، ما غتلقاش هكاك غا فكر فكر. إلا الفكر الإسلامي الصحيح اللي ما وراه حتى شي من في عملية والو. بغى يدخلك للجنة فقط. بغى يعرفك بالله سبحانه وتعالى. بغى يعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما وراه حتى من فيها. لا نريد منكم لا جزاء ولا شكورا، لا نسألكم عليه أجرا إلا المودة في ذي القربة. فكر الإسلامي الوحيد بطبيعة الحال، كاين ديانات سماوية أخرى، أنا من المعرفين ما استطعت على هذا الباب هذا، لكن ما كندخلش الأبواب الأخرى، ولأني أنا مقابل اثبت باب دارنا، ما كنبغي نفوت انا هذيك البهو ديال باب الدار. انه واحد المرة يخطبها واحد الرجل او تزوج واحد الرجل ما عندوش بتاتا قابلية انه يقول كلام معسول، انه يجلس يدير الابداع في الغرام، انه يتحمل ولا يستحمل ولا يحمل الخواطر ديال مرتو، انه يصبر عليها غضبانة 4 ايام ولا 10 ايام حيت ما قالش ليها حبيبة، ما عندوش شي فكرة بتاتا على شنو هو التعبير العاطفي. ما معنيتها هذا حمق، معنيتها هذا مجنون، معنيتها هذا مصالح في الزواج، او لا حنا بشينا جعلنا من واحد العنوان سميتو الحب هو المرجعية والحقيقة. باش غنفهموا هذا الموضوع غنمشيو لعند جاك لاكون في
تعرفوا بلي كاتر ديسكور، ربعة الأنواع ديال الخطاب حددها جاك لاك. الخطاب الأول ديال لو ماتر، السيد اللي تأمر وعنده المال، تأمر العبد ديالو، تأمر الخادم ديالو، كيعطيه البرنامج، تيقول لك جاك لاكون هذاك السيد الأمير صاحب المال، واخد عنوان أنه يعرف، ولكن الحقيقة المعرفة بيد الخادم، لأنه هو اللي كيصيخ، هو اللي كيخدم. فتيقول لك هذاك لومات، هذاك السيد عنده غير صيغة وهمية على أساس كيعرف، يفوتوا هذاك اللي كيخدمه، يوقف عنده الوزين، ويوقف عنده الدار، ويوقف عنده الشغل، لأنه هو اللي كان كيأمر كان كيحس بأنه كيعرف، لأنه كيشوف الآخر كيدير. لكن نهار يخطاك وشوف واش تعرف تصلح بحالو داك الموتور ديال الفيرما، واش تعرف تسقي بحالو، واش تعرف تقاد تراكتور مزيان، واش تعرف واش تعرف واش تعرف. دونك لو برومي ديسكور هو الديسكور دو ماتر. ثاني لو ديسكور دو لونيفرسيتي، خطاب الأستاذ الجامعي. بحكم أن المجتمعات جعلت من الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا هي اللي تتعطي المصداقية وكتعطي توثيق لواحد الوظائف. ممكنش مثلا تكون طبيب بلا ما تاخذ واحد المسلك. المجتمع العتيق ما كانش هكا. المجتمع العتيق انت كتلقاه طبيب وهو ما داش في المسلك الجامعي. الجامعة ما تأسست لهنا لهنا تاريخ الإنسانية. فتيقول لك ملي تأسست الجامعة بغات تجعل من العنعنة ديالها هي الحقيقة، ماشي الآخر، ماشي الآخر كي تيبان على أنه تخربيق وشعوادة وخارج على المسطرة وخصو يتحارب. الخطاب الثالث لو ديسكور دو ليستيريك، خطاب الهستيري. تيقول جاك لاكون ليستيريك، الهستيري هو الذي يبحث عن الحقيقة في كل شيء. فالتعريف الكلاسيكي الهستيريك هي ديك المرة اللي كتسمع واحد الموسيقى وتتسخف، وتيبداو يديروا لها واحد الريحة ويرشوها ويشموا لها البصلة، ولا يديروا لها السوارت في يديها، وجعلوا من هاد الهستيري ما تبقاش في المجتمعات المتطورة. هذا خطأ، أنا غنوريكم في الباقية. وجعلوها تبقى غير هذوك المجتمعات اللي باقي فيها الكبت من ناحية الممارسة الجنسية، وباقي فيها الشعوذة، وباقي فيها التأخر، كأن الهستيريا واحد المجتمع الثالث. وهي فين بقى الآن؟ في أمريكا وفي ألمانيا وفي أنجلترا وفي جميع المجتمعات، في اليابان، من اللي تيخرج واحد الآيفون، ولا كيخرج واحد المغني مشهور واحد السينجل، ما كيتوليش هستيريا له؟ شايفين تحولت الهستيريا؟ من اللي كيبان لك واحد لعاب الكرة مشهور كيدوز عندهم ويبان لهم في الشارع، كتنوض واحد الهستيريا؟ من اللي كتخرج واحد الريحة ولا واحد الشوكولاتة ولا واحد النوع من التلفازة الآخر، كتنوض واحد الهستيريا؟ إذا كأن الهستيري ماشي متصلة بواحد النمط في العيش، أو متصلة بواحد المستوى الوعي، كأن الهستيري متصلة بالبنية النفسية ديال كل شخص عنده علاقة مع الأشياء كأنها هي أصل وهي سبب وهي حقيقة الموتى. لذلك نضويت لكم على الغنى، لكم على الغنى غير كيسبب لنا أسباب الرفاهية، ماشي الغنى والمال هو أصل الموتى، ماشي الغنى والمال. راه دابا واحد ساكن في أفريقيا تحت شجرة ما عنده والو وأسعد الناس. نيكولايلو مشى لواحد الجزر في الباسيفيك، ما عندهم لا فواكه لا خضر لا والو، اش عايش بالكراب والجنيبة والحوت. كيفطر الرجل ومرتو بوجنيبة واحد، يصيدوا بوجنيبة واحد،
تيشويه ويقسم هو مرتوب وجنيبه وتيبقى علو حتى العشيه ملي كيسالي الصيد ديالو ويطلع للدار عاوتاني غادي يشويه مرتوح حوته وحده. اللباس ديالهم دايرين واحد الشريط ديال النباتات مدرقين به الشمس ونكولا يلو بقى كيشوف قال له ما عندكم لا ثلاجه قال له شنو عندهم ثلاجه قال له البحر هو فيه قال له كنهبط للبحر كنصيد واحد الكراب قال له كنشوي وتنقسم انا ومرتي قال له والوجه ديالو هكا كيدير السعاده وانت اللي في دارك والاخر اللي في داره عنده ثلاجه عامره وعنده الطوموبيله في الكراج وفيها ليسانس وعنده تلقاه مازال تيفكر في العطله ديال الصيف العام الجاي فين غيدوزها وهاز ليها الهم وتقدر كاع هذاك الهم اللي هاز هو العطله ولا فين غادي يقرا ولده ولا بنته يحرمو من هذيك الليله ما يتعشى ما يتغدى ويضرو المعده. ثم عندنا لو ديسكور دو لاناليز الخطاب التحليلي. الله يجزيكم بخير عندنا جوج ديال الزوايا هنا كاين لاناليست وكاين لو بسيكاناليست. لو بسيكاناليست هو الذي ينتسب الى مدرسه فرويد. لاناليست منذ ان خلق الله العقل وعلمه الاسماء وعلمه البيان. فاي شخص عنده عقل وعنده الاسماء وعنده البيان هو اناليست محلل. باش ما نخليوش حتى يكار هذا الاسم هذا ديال المحلل على الذي كيدير وكيمارس الطب النفسي ماشي هو الرسمي ماشي هو صاحب السميه ما اني با اناليست هو الي اناليست في لو فينومين دو سيكوباثولوجي. اما اناليست محلل راه ديال كاع العالم كاين اناليست فينانسيي كاين اناليست دو لانفورماسيون كاين اناليست دي ستركتور كاين اناليست كاين اناليست. فملي شي واحد يقول لك لا اناليست راه هو الطبيب النفساني هذاك بسيك اناليست الى منتسب ليكول فرويديان تزاد له هذيك بي اس اي. اما اناليست محلل هو كل شخص عنده الاسماء يعني القدره اللغويه وعنده العقل وعنده البيان. اذا هاد المرجعيه اللي داروا الناس داروا المجتمعات وكثرات هاد الظاهره حول تزوجنا عن حب باغا تزوج عن حب انا ما مرتاحش مع راجلي ما تيقولش ليا كلام الحب. اذا دابا هاد الراجل هذا اللي مستقم وخدام بالحلال وما باغيش وما تيعرفش وما قادرش يتزوج ولا تزوج غير القمر تطنح من الصبح حتى الليل باش تبدلو وهو ما تيتبدلش وما غيتبدلش. اذا دابا هاد السيده هادي ما غنقولوش ليها علاش اختاريتيه باش يحبك وتبدليه. اذا ولي الله الله سبحانه وتعالى كيبدل وهو بهذا الشكل هذا ما صالحش. وعلى سمعتوني كنقول لكم الزوج اللي صالح لكم ما تزوجش اللي عاجبكم. عجباتك وضعيته الماديه وعجباتك وضعيته الجسديه وقلتي اداب وصواب واخلاق وتربيه انا غنتزوجو غنبدلو. حاولتي بالولاد وحاولتي بالبكاء وحاولتي بالضحك وحاولتي بالشطيح وحاولتي بكل شيء والسيد باقي هو في الاخر وصلنا غنطلقوا حيت ما تنعيش معاه حياه عاطفيه. هذا هو الحماق هذا هو الحماق. حيت فين هي حقيقه الحب؟ علاش الله سبحانه وتعالى تيخبرنا في القران وجعلنا بينهم بينكم موده ورحمه. شنو هي الموده؟ شنو هي الرحمه؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الرحمة الواسعة ديالو عطى نصيب حتى لهذا الراجل هذا. فهو عطاه نصيب لأنه كاين امرأة اللي غتقدر تحملو وتستحملو وتحبوه هكاك وما تطالبو لا بتغيير وما تعذبو ما والو. ولكن ملي صبحنا كنمشيو كلشي في لي غيزو كومينوتير كلشي متبع هذوك المسلسلات المدبلجة الهمجية ديال العصر الحديث. داكو تسحابو لا بارباري راه كانت غير قبل التاريخ. باقى لا بربري. يا صبحات لا بربري
دايره الليفتينغ. البربري كتدق دابا البوتوكس. البربري ولا فيها ليبيلاسيون بلازير. البربري ولا سنان كلشي مقاد. انا كنحب نشوف مرا كتضحك سنان عوجين. لا ما تضحك لك تكون مذيعه ولا مغنيه، اول حاجه غادي تمشي تقاد سنانها. سبحان الله، الى مشيتوا لاندونيسيا وقلبتوا على واحد القبائل في 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 غابه اندونيسيا، غتلقاو من علامه الجمال المراه انها كتعوج سنانها، كتحفرهم بموس، كتشد موس بحال هكا وكتقطعهم كتردهم شنقري، وهي عطاها ربي سنان مقادين، ولكن الجمال عندهم تما هي خصها سنانها تشنقرهم. وسبحان الله ملي كتمشي شي مرا ركب السنان تغشيهم ويولي عندها فمها كيلمع. تخيلوا معايا هذوك السنان المغشين حيدوهم ليها، دوك السنان القدام البيضين اللي باينين لكم في التصويره، اللي باينين لكم في التلفازه، حيدوهم بعينكم. ديروا بحال هكا واحد لوتي سميتو باكيت ماجيك، سيليكسيونو به هذاك الكونتور السنان ودي سيليكسيوني وزولو، غتلقاوها بحالها بحال المراه ديال قبيله بورنيو ديال مناطق اخرى كاينه في اندونيسيا وديال مناطق اخرى راه كاينه حتى في افريقيا. غير هذيك السيده اللي في اندونيسيا عندها الشجاعه انها تنجر سنانها وتوريك انها مضيه، حيت فوقاش كتنجرهم اللي كتولي امراه. دوك الناس راهم ذكيين لانيسياسيون، ما نجراتهم فيها صغيره، لا اللي كتبغي تزوج معليتها كانهم تيقولوا لها مضي سنانك على الزمان، وخصك تولي مفترسه دابا حيت الزمان المسؤوليه جات عندك، وديروا واحد الربط ضيق انه ملي كنقول لكم الحب ليس له وجود ضمني، انا ضد المحبه وبانني ضد مشروع الحب داخل البيت الزوجيه. عندك وتحبوا هذا هو، ما ديروش هذا الربط اللي جاتكم بخير. الربط اللي بغيتكم ديروا هو ان الحاحكم ونظر واحد العدد من النساء فقط على مشروع الحياه الزوجيه سيكون تحت عنوان الحب، هذاك راه نوع من العنف الثقافي كيتمارس، لانه ما كاينش شي مخلوق على وجه الارض اللي يقدر يعطيك الكلام المسؤول، يعطيك الابداع في الغرام، يتحملك ويستحملك ويتحملك في حاله الياس، يعطيك السخاء العاطفي، يصبر معاك في حاله الجفا غياب المشاعر، يتحمل الاذى عمدا ام خطا منك، ويغير السلوك ديالو والتصرف ديالو باش يتسمى يعيش معك علاقه حب. واحد اللي يقدر يدير معك هادشي كله المجنون. السلام عليكم مستمعينا الكرام، سعيد بالتواصل معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم الأسبوعي مع المحلل، دائما رفقة الكاتب والباحث الأستاذ مامون مبارك دريبي. أستاذ صباح الخير ومرحبا. صباح النور سي جواد، بارك الله فيك. طيب أستاذ، اليوم ولينا كنعيشوا في زمن العولمة والتكنولوجيا والثورة ديال الإعلام الهائلة والزمن ديال السرعة كيف كنقولوا، كل هذا في ظل التأخر ديال العرب والمسلمين وبقاهم يعني في العالم الثالث، الأمر اللي خلى مبادئ الكثير من الشباب ديال الأمة يعني العربية والإسلامية وكذلك حتى المغاربة تهتز، والأمر اللي أثر على الهوية ديالهم. موضوعنا اليوم أزمة الهوية والوجودية اللي كيعيشها المراهق والشاب البالغ واللي تقدر أستاذ تبقى معاه ملي يكبر. أولا بغينا نعرفوا معك أستاذ شنو كان يعنيه بالهوية؟ هذا الأمر هذا ما معنيش به فقط الدول العربية أو الإسلامية، هو معني به كل واحد في أي منطقة في أي بلاد. نعم. لا غني ولا فقير، لا صحيح ولا مريض، هادو واحد متقدم ولا متخلف. النفس الحمد لله ما كتعرفش خاصيات. نفس ديال الانسان الفقير بحال نفس الانسان الغني، نفس الاسئله، نفس الاضطرابات، نفس المخاوف غادي يمروا بهم. لان النفس ما عندناش عليها يعني واحد اليد، ما متمكنيش فيها، هي متمكنه فينا، ما كنولجوش ليها هي والجه فينا. نعم. ما كنضروش ليها هي كتنظر لنا. فجعل الله سبحانه وتعالى واحد الامر هائل هو بنيه غيبيه حاضره. نعم. واللي كيزيد يعقد في الـ في, الـ في الامر ديالها انه ردوا البال الاحباب، ملي كنقولوا حنا العرب النفس راه ما كنقصدوش بها واحد الكائن غيبي، راه كنقصدوا بها التحام
بنية غيبية بجسدك. النفس راه هو انت، راه هو اللحم والدم والبنية ديالها، راه ما مفرقينش حنا في العالم. كنقولوا النفس ونفس وما سواها، راه ماشي معنيتها البنية النفسية تسوات بوحدها والجسدية بوحدها، لا راهم تسواو في آن واحد، عملة لي وجه لي عملة واحدة، راه هي وانت راكم واحد. والروح ما عندناش معلومة، ما عندناش معلومة بتاتا، لهذا ما كنفتحوش باب باش نحاولوا نربطوا ولا نشيروا، هي كنسميو كنعرفوها كاينه، نعم، ولكن فين وإنا موضع وش من تركيبه ما عندناش معلومه. هذه الاسئله ديال الهويه والاسئله الوجدانيه هما احنا كنشوفوها عايشينها الجيل الثالث والرابع من المسلمين في اوروبا. دابا شباب ديال 12 عام 13 عام ينتسب لجماعات ارهابيه وكيهدد بلاده. 13 عام 13 عام شنو مشاكل عنده؟ باقي تمشي كيقرا في الاعدادي، باقي عنده ثانوي، باقي عنده شحال من حاجه يعيشها. 13 عام لقاوهم السلطات حتى دابا كيفكروا يديروا مراكز ديال اعاده التاهيل البنيوي باش نشوفوا شنو عنده. نعم، هاد لا كريز ايدونتيتي، الازمه ديال النسب والانتساب والمصاهره والاتباع. نسبك هو طاهري، الانتساب ديالك تزوجتي لواحد العائله، او لا انتسبتي لواحد التيار فكري، او لا انتسبتي لواحد الجامعه ولا واحد النادي كروي، وصاهرتي واحد العائله، وليداتك ان شاء الله ملي غادي يكبروا غادي يصاهروا، وغادي تصبح عائلتك منتسبه من جهه وكتصاهر من جهه، والاتباع تتبع المذهب المالكي، وعندك واحد العالم ولا واحد العلماء اللي كترتاح لهم وكيسقيوك وكتمشي مره تجلس بين ايديهم وتسمع الدرس وكذا. اجتهاد النسب والانتساب والمصاهره والاتباع هذا راه اكاديميه عرفيه، هذا فتنخلي ولادنا مع هذا الشيء كله بوحدهم يقدوا عليه. والله لا قدوا عليه، هذه اسئله خصها تقول يا صحاح. هذه ثم غنمشيو للاسئله الوجدانيه. نعم، الاولى الاسئله ديال النسب والانتساب والمصاهره والاتباع كتساءل الانسان ابتداء من مراهقه 12 13 عام، كيما تسائلوا هذه النقاط، لانه كيشوف راسو كيتكلم بلغات. مثلا حنا ولادنا كاين بعض منهم اللي ما كيسكتش من الفرنسي 24 ساعه، كيلبس لباس اوروبي، تياكل طعام اوروبي، يتفرج برامج التلفزه اوروبيه، ثقافه اوروبيه كاع بصفه عام، كله وكنقول له مغربي. اذا هو واحد النهار غادي يقول واش المغاربه كلهم بحال هكا، فغندوي لواحد العربيه وغيشوف مغاربه ما كيهضروش الفرنسويه، ما كيتفرجش برامج اللي كيتفرج فيها هو، ما كياكلوش بحالو، ما تيفكروش بحالو كاع، غير تمراجع مأزم غادي يقول واش انا مغربي ولا انا ماشي مغربي، كل مغربي صحيح واش هو ولا انا؟ واحد فينا ما هوش انا ولا انا. كان شي كنعيشوا مع الشباب كيجيو مساكن من برا، كيدوزوا 7 سنين 8 سنين 10 سنين 15 عام برا، كيدخل المغرب يقول لك حنا ماشي مغاربه، يقول لك كيفاش انا كنتكلم غير بالفرنسيه ولا بالاسبانيه ولا بهذيك اللغه ديال البلاد اللي كان فيها وكبر فيها، ماكلتي هي هكاك، ثقافتي هكاك، عقليتي هكاك، كيفاش؟ دونك انا دور الوالدين انهم يثبتوا الهويه للطفل. خصنا بعدا حنا نعطيو الوالدين واحد النقطه يقولوها له، حيث كاين واحد الاكسيوم اللي هو ما يؤسس لكل قواعد الرياضيه، يتسمى في الرياضيات لي زاكسيوم، منو غينطلقوا لي تيوريم لي كوغولير من لي زاكسيوم. فإلا شتي ولدك تلف طلع لي زاكسيوم، عاد لقنوا لي زاكسيوم. لي زاكسيوم عندنا حنا في الاسلام هو ان تؤمن بالله وتستقيم، نعم، هذا راه شي اكسيوم. ما قالش ليه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالعربيه ولا لبس الباس ولا، قال له ايمان استقامه، الايمان استقامه، هو الاكسيوم. شتي كيكون هما صغارين ولكن كيفاش تحلو كتبقى تلقى لي تيوريم لي تيوريم لي تيوريم لي تيوريم. نعم، ثم غنمشيو نشوفوا لا كريز اكزيستونسيال، هاد الازمه الوجدانيه. السؤال ديالها هي شنو دور الانسان في الحياه؟ واش عنده شي دور ولا ما عندوش؟ واش بعد الوفاه غيتذكر ولا ما غيتذكرش؟ واحد اللحظه كيفكر الانسان في هاد الاسئله، كتوقف عليه هاد الاسئله. نعم،
من انا لماذا وجدت على هذا الكون لماذا يعني شنو الهدف ديالي علاش توجد الاخرون يعني الاسئله استاذ مقلقه واسئله حتى الفلاسفه حاروا فيها كيف كنقول يعني راه قديمه وهنا كيجي الانسان كتمزقوا هذه الاسئله كيبغي يسكتها تيبغي يلقى لها اجوبه ما كيلقاش لاحظوا الاحباب الله سبحانه وتعالى كيجاوب عليها على هذه الاسئله الوجدانيه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الغايه من الخلق العباده هو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا ما طلب منكم والو ولكن ارد البال عندك نعم الفكر الاسلامي راه هائل في تاسيس البنيه راه ما غيعطيكش الجواب غياسس لك البنيه ما معنى ياسس لك البنيه دابا راكم شفتوا لي طرافو اللي كاينين في الخار ديال الحي الحسني الملتقى عندي في واحد لي طرافو واحد الاشغال تلقى واحد البلاكه مكتوب عليها توجيه واد بوسكورة كيقادو الفراش ديال واد بوسكورة هذاك الواد ما كيعمرش ولا نهار كيعمر كيدير حاله والذاكرة ديال الماء راه باينه اذا خصو بلاصتو شتي هذيك البلاصه هذيك هي البنيه شتي الفكر الاسلامي الحباب ما كيعطيكمش الجواب راه ما كيعطيكمش الجواب غيعطيكم المكب ديال الجواب المكب غيتكب الماء غيدوز داير لكم دار لكم طريق وانتم غتشوفوا غادي غيزينا الجواب من عند النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يقول لك نهار التلف شد في هذه ماشي مانيتها نهار التلف سيسد عليك في الجامع ماشي نهار التلف سيعتاك في واحد الجبل تيقول لك النهار اللي تجيك هذه الاسئله الوجدانيه وتلف تلفك جاوب على الاسئله الوجدانيه بهذه يقول لها حبسي هنا راه معلومه غتقابل معلومه معلومه ديال راسك غتقابلها معلومه ربانيه يقول لك قابل هذه المعلومه مع هذه نعم المعلومه غتقد مع المعلومه اما الجواب كل ميسر لما خلق له النبي صلى الله عليه وسلم سي الجواب حيت راه هو اللي خدا لينا من الاكسيوم جبدنا الطيوريم ميسر لما خلق له ولكن باش تلقى حيت كاين ضبابه كاين ضبابه كتضرب قدامك ملي كتبغي تشد كثير كتلقى الضبابه كتفراني مابقاش عارف واش حفره واش واد قدامك ولا شجره ولا وكتبقى هادو كترعش البرد خصك اللي يسلكك اللي حافظ الطريق ولا كيمشي في ضباب الزربه حيت حافظ الطريق فالمثبتات اما اللي ما حافظ الطريق صافي حصل اذا غنرجعوا للهويه النسب والانتساب والمصاهره والاتباع الاسئله الوجدانيه انا دوري في الحياه شنو هو وبعد البمات ديالي واش غنتذكر اما غنتذكرش اسئله كتطرح في نفس الانسان وكاين واحد الشيء قتالت اللي غيعطينا واحد الازمه كتشبه الازمه ديال النسب والانتساب والمصاهره والاتباع وكتشبه الازمه الوجدانيه وهي اصلها فرع ثالث هو ملي كيوصل المراهق 13 عام 14 عام 15 يكون بهم واحد جوج معلمين جمعويين حقوقيين يحبوا خدمه الناس وعندهم واحد العدد الوليدات وحده مشات دير ممرضه واحد مشى للتعليم واحد مشى للكوميرس بغى يدير تاجر وقتيلح في انه يكون تاجر ما يكونش بحالهم هما معلمين ضيعوا حياتهم وبغى يدير فورتي بغى يدير لباس وشرب هاد الفكره شربها فكرته شربها جعل منها حقيقه بانهم هما ضيعوا حياتهم هكا خربقوا حاليا الحل هو في الراس مال انا ما باغيش ندير شي حاجه ميشون جو فو ريوسير جو فو ايتر ريش جو فو ايتر كارييريست ولا لي وكاين اللي كيمشي يدير طيب باش يدير كارييريست الميتي لو بلوز هيمانيست اللي دابا للاسف كيقرا فيه باش يدير الفلوس نعم علاش لانه شافوا اطباء دار الفلوس مزيان ولكن رد البال كاين اسباب الحياه باش كتربح القوت وكاين حقيقه اصلك وكاين الحقيقه اللي وضع لك الله لك انت شتي في المسببات غتسعى فيهم انت انت المراهق وانت الشاب وانت الرجل انت المراهقه وانت الشابه وانت المراه المسببات غتسعوا فيهم نتوما بقرايتكم بعرفكم بطلوعكم بهبوطكم هادوك غير اسباب اصلك عنده حق عليك بغيتي ولا كرهتي الاصل ديالك يعني الا واحد جدك مغربي الا واحد جدك مغربيه وباك مغربي وامك مغربيه ومشيتي انت كبرتي وتزرتي في فرنسا ولا في ميريكان ولا ودير اللي بغيتي الاصل ترجع له ترجع له الاصل غيخدمك انت فاعل مفعول فيه
ما انتش فاعل فاعل، انت فاعل مفعول فيه. بغيتي المفعول فيك يساند الفاعل اللي كتعمل فيه، خاصك الاتصال، اتصل. ما بغيتيش ورفضتي، غادي تعيش الاتباع. ودابا هذاك اللي رافض يتصل بجدوده في المغرب، ولا بجدوده عمامه وخواله في الجزائر، ولا فرنسي الهوية والجنسية وكل شيء، وما لهمش دابا تتابع داعش. ياك كتبت لها ايميل، ياك ظهرت لها في صفحة. علاش؟ لان الاصل ديالو المفعول فيه حمقه. حمقه هو يمشي لو ترافير، مشى للعوجية في الاصل. حيت راه هادوك اللي لهيه في المشارق راه هما مسلمين تما عرب، وحنا حتى حنا راه حفاده ديالهم. وليني هو راه ماشي من هذاك، ماشي من هذاك الدرع تما، راه هو من هذا الدرع هنا. فواخا هكاك مشى للدرع اللي لهيه ما غيعطيهش. هذيك البزوله ولدي ما تردعكش، ما تشبعكش، خليك ديما جوفان. نعم. اذا هنا كيخص هذاك الشاب اللي مشى باش يدير كارير في الميدسين، امه حقوقيه وباه حقوقي، امه معلمه وباه معلم ناس بساط، واعتبر هو انهم ضيعوا حياتهم حيت بقاو عايشين في واحد البارتمان وداروا واحد السياره بسيطه، وشاف عمه ولا خاله دار لي زافير ودار لاباس، هما بقاو في البينيفول. شنو خدام تيطرا له؟ شتي هنا في النقطه الاولى ديال الهويه، خاصك الاتصال والاستمراريه ثم التجديد. عندها قواعدات هي، تتصل روحيا، واخا تكون اصلك انت مثلا في افريقيا وهو في امريكا وما عندوش الوقت وما عندوش القوه باش يتصل. كنطلبوا الحبيبين يصيفطونا تصاور، يصيفطونا فيديو في الانترنت، هذيك الاستمراريه. استعمال الاتصال، الاتصال هو هذا الكونيكسيون. الاستمراريه هو كنحتفل بالعياد ديالهم في نفس الوقت. شوف دابا الفرنسيين والاوروبيين في العالم كله يوصل نوال كيحتفلوا فيما كانوا، هما في المغرب غيحتفلوا بنوال، هما في تونس غيحتفلوا بنوال، هما في موريتانيا غيحتفلوا. لاحظتي هذا هو الاتصال، يسو كونيكت بواحد الاحداث بدي زيفينمون كيعيشوهم في الان الواحد في دي زيسباس ديفيرون، تيكون واحد الفضاء بعيد على بعض البعض، فضاءات مختلفه، ولكن في لي زيسبري، في لي زيسبري الاتصال. الاستمراريه هو نفس الرساله والافكار اللي دوزوا لك والديك، دوزهم لهم جدودهم، كدوزهم حتى لولادك، هذه الاستمراريه، نفس الافكار. كتقول لهم الله الوطن الملك، ثوره الملك والشعب، المسيره الخضراء، توابد البلاد. كتتلقنهم لا اله الا الله محمد رسول الله، اش كتعني في الانسانيه؟ انا رحمه المهداة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اش كتعني رحمه المهداة؟ واش غير المسلمين ولا غير المسلمين؟ شتي هذا الشيء دوزوه لنا جدودنا، دوزوه لوالدينا، والدينا نقلوه لنا، حنا كنقلوه لولادنا. شتي الاستمراريه، التجديد. جديد ما غادي نبقاش انا شاد غير في الفلاحه باش نتسمى مغربي، ما غنبقاش شاد انا غير في الصيد البحري والسمك باش نتسمى مغربي، ما غنبقاش انا شاد غير في كسكسو نهار الجمعه باش نتسمى مغربي. مغربي انني نقدر نبدا نبيع لي لوجيسيال، مغربي نقدر انني مثلا نصيب ادوات الاتصال وندير درون. درون من 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 مثلا نعطيكم مثال، المغرب بلاد كبير، بلاد شاسعة تبارك الله. علاش ما فيهاش نوادي كثيرة ديال الطيران؟ يكون عندنا طائرات صغار كيتكراو بحال الطوبيسات، بحال الطاكسيات. سيروا لا ريجيون دو مين في ليستازوني وغتشوفوا شباب ما بين 25 30 عام كيسوق طيارة، طاكسي صغيور، طيارة صغيرة، كتهز السلعة وكتهز ربعة الناس خمسة الناس وتيمشي بهم بلاصة لبلاصة، وفكوا الشوماج وكثرت السياحة وكل شيء. علاش حنايا ما يكونش عندنا 100 ايرودروم، ولادنا شبابنا وبناتنا كيسوقوا الطويرات؟ ونبغي انا نمشي مثلا لوردزات، ما غنسايش طياره في الاسبوع من لارام دير لي مره في السيمانه عاد نمشي لوردزات، غير نمشي لعندو هو وغادي نتاوى معاه الطويره صغيوره ونمشي فيها. لاحظتي ما غيفكرش المغربي انه يديرها، بالنسبه له هو باقي الكاميو والكار ولارام. اذا لارام هي اللي كدير طيارات، ولا بغيتي انت مغربي تهدا المكار ولا الطونوبيل. المهم 180 عام 1000 عام وقيلة عاد نقدروا نفكروا فيها، اما في لومين في ليتازوني عادي عدو تيمشي طريري.
الروك يمشي. التجديد هو فين حاصل العالم العربي. اما هو الاتصال والاستمراريه راه عنده ومحافظ عليهم. اذا دابا هاد الشباب اللي كيعيشوا دي كريز، دابا غندخل النقطه الرابعه في الموضوع، ازمات، واش هاد لي كريز كيعيشوهم حيت هما حصلوا، ولا حنا حصلناهم التاريخ في الماضي وما عطيناهمش فسحه للحاضر والمستقبل؟ واش هو ماشي دفاع، هو تدافع على المستقبل ديالو؟ قال لنا انا منكم وانا ليكم ورافض نكون بحالكم، باغي نكون احسن منكم، ولكن واش عطيناه شي مجال؟ اما غنقولوا له مسخوط، اما غنقولوا له حمق، اما غادي نقولوا تائر. ها غبال، نقولوا تائر او مسخوط او حمق، ما نقدروش نقولوا مجدد، حيث هو دوره يقول سيدنا علي خلقوا لزمان غير زمانكم. مرحبا، شكرا لك استاذ ديدان. مستمعينا الكرام، قبل ما ناخذ المكالمات ديالكم نمشيو لهذا الفاصل القصير ونرجعوا لكم. الله الله على هذه الاغنيه الجميله استاذ. مستمعينا باش نقول لكم واحد السر، بان هذه الاغنيه من اختيار المامون الدريبي، جابها لكم خصيصا واهدى لكم في هذا الصباح الجميل. شكرا لك استاذ على هذا الاختيار الجميل. شكرا على واجب. نعم. شكرا للاستاذ ماهر زين هو اللي دار هذا العمل. ما انا غير قلبت له وصمت له. الجديد ها هو كيديروه الشباب، ولكن المجتمع ما خلى لهم الا الفن فين يديروه. المجتمع ما خلاش لهم مجالات اخرى، وخصنا نشوفوا نفوسنا واش حنا جاهلين، واش حنا ظالمين لانفسنا، واش حنا اصبحنا قاسي القلب. نعم. ملي ما خليناش لشبابنا مجالات مفتوحه في التجاره، في الرسمال، في العقار، في التمويل. عندهم الشباب عنده افكار هائله اللي يقدر يفك لنا بها جميع التحديات والمشاكل في المجتمع. راه الشباب هو اللي كيصنع، راه هو اللي كيبتكر. البالغ تيكون وصل لواحد المرحله الاستقرار، يكون ثبت، يكون ثقال. خصنا نكونوا حنا بحال هذوك السواري اللي هازين لوطولوط في قنطره. السواري كيكونوا عراض قويين. نعم. باش تدوز فوق منه واحد الطريق اللي ما كاينش شي وسيله اخرى تدوز الا انه يكون هو وتد ليها، انه يكون اعمده ليها. نعم. فاحنا لا، احنا ما بغيناش نكونوا اعمده، احنا اصبحنا مسامر خارجين من الطريق، من قاع الارض خرجنا وثقبنا هذيك الطريق وبغينا نبلوكيوها وكنخليهم كيزيكزاكي وسط منا. لا حول للاسف. اذا شكرا لك استاذ. نذكر مستمعينا الكرام بالارقام الهاتفيه ديالنا 05 22 52 او 46 72 50 51 او 52